يلي بتقول هو انت تعرف انا بقى مين؟ ايوه عارف، واللي خلقك تبقى مين؟ انت نطفة معكرة والماء مهين، انت راجع بعد فترة لمنشأك وسط طين. اوعى تتفاخر بشيء مش بتاعك، ان كان كلام ولا قوة موجودة في دراعك ولا مال، مهما كتر اخرته ورث العيالك. اهدى يا سيدنا وارجع تملي للأصول، وراجع المعنى قبل ما لسانك يطول، وسوق شيطان النفس لطريق الهدى يحبك عباد الله، وتحظى دايما بالقبول. وبلاش يسوقك يا ابن ديني للغوى، ويخشلك من باب التكبر، وبكل خبث يملي عليك ما تقول.